السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن. أعزائي المتابعين، جبنا لكم اليوم قصة من المملكة العربية السعودية. بيقول صاحبها أنه خواته وبنات خالاته كانوا بيشتغلوا كوافيرات، مش المحلات يعني بيروحوا لبيوت الزبونات اللي بدهن قصة أو شعر أو مكياج. المهم كان هالشاب هذا هو اللي بيوصلهن خصوصا للأماكن البعيدة، وبأحد المرات اجى طلب من واحدة من الزبونات وأعطت وصف المنزل، بس كان هالمرة بعيد. بعد فترة اجى اتصال من أخته بتقول له إنها نسيت واحدة من معدات الزينة وبدها انه يروح يشتريها اياه. راح صاحبنا واشترى المطلوب وتوجه للمنزل تبع الزبونه. وبقول صاحبنا توجهت لمنزل الزبونه وكان لازم اني اصعد الطريق حتى اصل للمنزل وهو باعلى جبل، واني بصعد بسيارتي الطريق فجأة ارتفعت حرارة السيارة وفاجأني هالاشي هذا كونها جديدة واشتريتها من شهور. بس كانت الحرارة بترتفع والسيارة كأن في مين عم بيعطل صعودها. نظرت بالمرآية الخلفية وصدمت، موجود كائن ضخم بيجلس بالكابينة الخلفية للبيك اب. كائن ضخم غريب ما بعرف شو هو. صرت أقرأ القرآن والمعوذات وكل خوف ورعب، حتى لما نظرت مرة أخرى اختفى. وصلت طلب أختي لعندها وانتظرت حتى انتهى. وإحنا بطريق العودة لاحظت خواتي وبنت خالتي، يعني لاحظن إني غير طبيعي وشال وما بتكلم أبدا، فسألني إذا كان صار شي معي. بقول قصيت عليهن اللي صار، فقالت لي بنت خالتي إنها وخواتها من زمان حصل معهن موقف مرعب. بتقول بنت خالته رحنا بيوم من الأيام لزبونة من الزبائن وكان منزلها بعيد بعض الشيء، وكان بأحد الإجازات الصيفية هالكلام. طلب منا أبوي إنه نأخذ معنا أختنا الصغيرة. ووصلنا للبيت واستقبلتنا مرأة عجوز وطلبت مننا إننا نسرح شعر ونعمل مكياج لثلاث شابات، وكانت هي مين اللي بيقرر شكل التسريحة والمكياج، والثلاث بنات جالسات ما بيتكلم نهائيا. وقبل ما نبدأ وتروح العجوز لأعمالها قالت لنا بلهجة حازمة وهي بتشاور لواحدة من الغرف، دير بالكن يمكن تفتح باب هالغرفة هاي مهما حصل ومهما صار، إياكن ثم إياكن يمكن تفتح باب هالغرفة. فقلنا لها احنا بدنا نخلص شغلنا بس ونروح، ما لنا علاقة لا بغرفة ولا بباب غرفة ولا شو بصير، احنا جايين نشتغل ونروح. بالتابع بتقول بس كان في اشي غريب بهالبيت. العجوز راحت والثلاث بنات جالسات بدون اي حركة، واحنا عم نزين فيهن وما تكلمن نهائيا. واثناء شغلنا وانهماكنا بالعمل راحت أختنا الصغيرة على غفلة مننا وفتحت باب هذه الغرفة. وأثناء فتح باب الغرفة تنبهنا إلها وركضت باتجاهها عشان أمنحها، بس كانت فتحته. رجعتها لورا وكنت بدي أسكر الباب بس شفت منظر عجيب. شفت هذيك الغرفة مجموعة كبيرة من الكلاب أجلكم الله من جميع الأنواع واقفة بدون حراك وبتنظر ناحيتي، وكانت الغرفة مليانة فيها. بتقول سكرت الباب واخذت اختي ورجعت لشغلي. بهاي الاثناء جاءت العجوز قالت لي مين منكن فتحت الباب؟ فانكرنا اننا فتحنا الباب، بس اصرت اننا فتحنا الباب واعطتنا حسابنا وطلبت مننا المغادرة. ولما غادرنا كان الوقت بعد المغرب بشوي، واحنا ببداية طريق الرجعة تذكرت أختي إنها نسيت واحدة من حقائب الزينة وكانت غالية، وأصرت إنها ترجع تأخذها
مع اننا كنا يعني كلنا خايفات من الرجع لهناك. لما رجعنا لهالبيت ما كان في نفس البيت اللي جينا عليه العصر، كان مهجور ومدمر، وكان واضح انه ما يعني ما كان مسكون من فترة طويلة. بهالوقت هذا خرجت لنا مرة من البيت المقابل وقالت لنا انها كانت بتراقبنا لما اجينا العصر ودخلنا البيت مع انه مهجور، وظلت تراقبنا حتى طلعنا منه بعد المغرب، وهي مستغربة جدا. ولما رجعنا مرة ثانية لاستعادة الحقيبة مثل ما خبرناها، اصرت انها تكلمنا وتفهمنا الموضوع. طلعت علينا هالمرة هاي الجارة برفقة ابنها الشاب وقالت لنا انه هالبيت مهجور من سنين طويلة، واللي شفتوهم جوا هم من الجن. بيقول صاحب القصة مين هي العجوز ومين هالثلاث فتيات وشو قصة هالكلاب بالغرفة؟ الله أعلم. أما القصة الثانية بتقول صاحبتها أنه الحمد لله الله تاب علي ورجعت بعد ما كنت تعبانة، ورقاني أحد الشيوخ وحافظت على صلاتي بوقتها وقراءة القرآن، حتى أن أمي استغربت بعد ما كنت أني ما بصلي وصرت أصلي وحافظت على صلاتي. بتقول ظليت فترة على هالحال وتحسنت كثير من اللي كان يصيبني. اللي كان يصيبني كوابيس، أشياء بشوفها وهكذا يعني. بس ظل إشي واحد بشعر فيه، إنه بشعر في حدا بيتبعني. بتقول ما اهتميت، كنت سعيدة بتحسن حالتي، بس بعد فترة صرت أنسى موعد الصلاة واستغربت من هالشي. راح تقولوا لي عادي، بس كنت بنسى كأني فقدت الذاكرة. بتقول بديت أقصر بالصلاة حتى تركتها، وكأنه في إشي بداخلي ما بده ياني إني أصلي. ما بعرف شلون أوصف لكم اللي بصير معي، أكيد أنتوا فهمتوني على حد تعبير صاحبة القصة. بعدين صارت حالتي تسوء بشوي شوي، وبدأت وساوس فظيعة تيجيني بالطهارة. وساوس هاي راحت تقتلني، وساوس بوجود الله لا إله إلا الله واستغفر الله العظيم. بعدين بدأت الأحلام الغريبة تيجيني وراح أرويها لكم. بتقول الحلم الأول حلمت إني كنت بغرفتي وفجأة حسيت بوجود شخص معي، فخفت ونزلت أركض على السلم ووصلت لنهايته ونظرت للأعلى فشفت رجل أسود ما شفت ملامحه. بعدين إجت أمي وبدأت تهديني وتقرأ علي، وفجأة تكلم الرجل وقال لأمي أنت ما راح تقدري علي، أني قوي لدرجة ما بتتصوريها. هون انتهى الحلم. أما الحلم الثاني بتقول شفت أنه في امرأة بترتدي عباية سودة، ما شفت إشي منها حتى وجهها ما شفته. إجت ومعها ثلاث رجال بيرتدوا ملابس كلها لونها أبيض، وكذلك ما شفت وجوههم، ومعهم أقزام اثنين لونهم أخضر. وقالت هالمرة لأمي إنها إجت لخطبتي لأخوها. بعدين صعدت على السلم وإجت لغرفتي ودار بيني وبينها كلام، بس ما بتذكر إشي منه. وطلعت ونظرت نظرت من النافذة فشفت اللي إجى لخطبتي كان رجل يبدو بأوائل الثلاثين وبيرتدي قميص وبنطلون. وبعدين نزلت من السلم وانتهى الحلم هون. وبعد يومين حلمت حلم ممكن انكم يعني تظنوا بداية الامر مضحك، بس هذا اللي شفته. شفت اني برتدي الزي الهندي اللي بترتديه الهنديات، وكنت متزينة وواقفة قدام المراية، وكانت هالمرأة اللي شفتها بالحلم السابق واقفة بجنبي وأمي بالجنب الثاني. وكانت هالمرأة هاي بتحاول وضع النقطة الحمراء اللي بتحطها الهنديات على الجبهة اللي بتدل على زواجها، وأمي بتمسحها، وهيك حتى أبعدت المرأة إيد أمي ووضعت النقطة على جبهتي وانتهى الحلم. بعديها تعبت كثير وصار جسمي يوجعني بكثرة،
وصرت أشعر عفوا بخمول دائم. والغريب إني بديت ألاحظ كدمات لونها أزرق صغير على رجلي، ودائما بحس إني تعبانة وما بقدر أقوم وما بقدر فعل أي شيء. وفي أحلام كثير غريبة أحلمت فيها بس ما راح أذكرها حتى ما أطول عليكم. المهم في أشياء غريبة بتحدث معي كثير، يعني راح أروي واحدة منها. بإحدى المرات بتقول كنت قاعدة بغرفتي والباب مفتوح، فشفت أختي الصغيرة مرت بجنب الغرفة وهي متجهة للحمام، وتأخرت أختي فخفت عليها. مرت ساعة وما طلعت، فرحت وطرقت باب الحمام بس ما أجبتني، ففتحت الباب وما شفت حدا والحمام كان مظلم. استغربت ونزلت وسألت أمي وقالت إنه أختي راحت لمحل البقالة، وكان إشي مرعب جدا بالنسبة لي. مين هالبنت اللي شفتها؟ وتقول كمان كنت بحس بوجود شخص معي والجميع نايمين، فشعرت بالخوف ووضعت الغطاء فوق راسي بس ما كنت قادر أنام، وكنت بشعر في مين بلبس رجلي. كنت خايف كثير والنبض، يعني من شدة الخوف رجلي فيها نبض قوي. بعدين قشعر كل جسمي فخفت وصرت أقرأ القرآن بقلبي، بس يعني ما كان يختفي. حتى نمت وصحيت ثاني يوم الصبح على نفس الرعب اللي كل يوم بصحى عليه. بتقول بتستمر معاناتي إلى أن يشاء الله. الحمد لله على كل حال. وفي أشياء كثيرة يعني صارت معي بس عشان ما أطول عليكم، بتقول يا ريت إنكم تدعوا لي إنه الله يشفيني ويبعد عني هالوساوس هاي، ويبعد عني الجن، ويبعد عني كل شر. وإحنا دورنا يا أختي بندعي لك إنه الله يشفيكي ويبعد عنك الوساوس ويبعد عنك الجن والشيطان الرجيم ويعافيك من كل شر. أعزائي المتابعين، لهون خلصت قصتنا. إن شاء الله تكون حازت على إعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير. السلام عليكم.